يجب فعلا أن يكون الشاب السعودي هو شاب منتج في وطنه. الجامعات لها دور أساسي ومحوري في هذا الأمر من خلال البرامج التي تقدم، ومن خلال أيضا المناهج التي والمقررات التي تقدم في خطة البرامج العلمية التي تقدمها الجامعة. كثير من البرامج ولله الحمد حققت هذا الأمر، وهناك بعض البرامج تحتاج إلى إعادة نظر.